اصلا هو براسه عاد وزير بطريقه ما هي حلال وللولي هذا، لانه اصلا مزور انتخابات البرلمانيه، وكافل وحمد احمد والحويرزي والقزواني بانهم داروه وزير الرقمنه، لان عنده موقع قال له مايسيني، ويحلم منه المواطن الموريتاني مليار ملوبيه. هذا الوزير اللي كنت انا زوجته ما مبات البارح في ذمته، مبات البارح شوهلي، لانه عار، لانه ما هو فكر هاش، لانه ما هو راشد. انت نحن متباركين مع نحاربوا ظاهره طارئه للمجتمع، سرطان طارئ للمجتمع، متباركين مع نحصنوا ونضايقوا مع مده خطيره للأمة الاسلاميه عامه، ذي قال له السناب شات، لانهم عباره عن شياطين في اجسام رواقيش. لا نرجعوا لمحتوياتهم، محتوياتهم شنو؟ محتوياتهم الدهين اللي قبل السرطان، الدهين اللي بيض الجسم اللي قبل السرطان يغير لون الانسان، محتوياتهم الامساك المخنزه اللي تقبل الضيق وتقبل امراض الريه، محتوياتهم شنو؟ الترويج للمطاعم اللي تصب بدرويل لاسبوع واسبوعين ملموم، واللي خطير على صحة المواطن. محتواهم شنو؟ الفاحشة. عندهم محتويات يتكلموا فيهم عن 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 الجنس وعن طريقة العلاقات الغير شرعية. انت اليوم كوزير في الحكومة اعطيت صورة نمطية ان التريك اللي في المدرسة، الطافلات اللي في المدرسة، القراية ما هي مهمة، انتم قيموا عودوا عدلوا الترويج وعدلوا شي ما ينفع، والوزراء لا يلقاوكم. من رأي كان يامس قعاد حنان بشير وقول أنا بالوزير تقولوا نحن في المطلقات ونحن بعرانيات متخليات، هذا نوع من الترويج للوزير. ثانية آدم هذا اللي وجهه كيف تعيش، صورته ما يعرف فتر لا كيف تعيش، خاصة لا يصب عليه البني وخضر. من درى آدم شنو يقدم للشباب؟ من درى آدم اللي نصائح اللي قدي يقدم للشباب شنو؟ اللي قدي عنده للشباب شنو؟ من درى الطفيلة ما عنده من الشهادات ما هو هي جايز، ما عنده من الشهادات ما هو، هي تخرجت في نهار واحد رصبت في أمريكا ورجعت الموريتان، شنو تقول بنا الدور دار ب 50 مليون؟ أنت سعيتي، أنت الطريقة اللي سعيتي فيها أنك تراي دار ب 50 مليون شنو؟ شهاداتك، تمثيلك الموريتان، شرايكك، مؤسساتك، هذا نوع من الفوضى. ثانية مقعد واحدة عندها إفلام إباحية مقعد تحت مكتب، ثانية جايب واحدة تقولها، تقول صاحبتها أنت اليوم هريت عليهم، مصطلحات وقحة. أنا نبقي نعرف ذي اللي يستفاد منه الشباب اللي يبيع كريدي شنهم اللي معدل هاي الوكالة، أنا نبقي نعرف ذي اللي يستفاد منه الشباب اللي مصوهات شنهم، أنا نبقي نعرف ذي اللي يستفاد منه الشباب اللي يشتغل في الكتريستي شنو، والشباب اللي يشتغل في ميكانيك، والشباب اللي كادح، والشباب اللي يقرأ، شلا يستفاد من هذا اللقاء؟ هذا الوزير وقح، وأنا والله لكنت اللي زوجته ما مبات البارح في داره، لأنه ما يمثل شيء يسوى شنو، جايب شنو خلق ورايعة مكوسانترية فيه، لا يقول له أبويا أنت يعني أنا نبقي نعرف هم دورهم في المجتمع شنو، دورهم في المجتمع شنو. هذو الناس تشجع على العلم، الناس تشجع على القراية، الناس تشجع على البحث العلمي والابتكار، الناس لا تدعو تلقى الناس اللي عندها كفاءات، الناس اللي عندها خبرات نادرة هي اللي تشجع، هي اللي يصور معاها، الناس تلقى الناس اللي كاتبة، الناس تلقى الناس اللي معدلة شيء يبقى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وانا اللي انت محوقرك ولا يجيك الناس اللي لا يتهاجمك وصحت عندنا معك كونتراهات وتوفى منك. انت وزير فاشل، وصل المالك حلال لانك جايب بطريقه مزور. هذا عدة ايام وصمه عار بيروه للحكومه الموريتانيه، جايب له شيء من الخلق اللي ما هو طاهر، وفيه اللي ما عنده اصل، وفيه اللي ناكر ابوه، وفيه مخسرين المجتمع وخطيرين. وكل هذا
يقر الناس يدير جسم ما هو جسمه ويدير صورة ما هي صورته ويدير خنافر ما هو خنافره ويدير وذن ما هي وذنه ويدير عين ما هي عينه ويدير لون ما هو لونه. هو كلها شيء من العقوق وكلها وجهه مليان من تاجر وكلها قصير لي توقف زره قصير. شنو شنو اللي لا يقدمه هو شنو اللي لا يقدمه شنو اللي لا يقدمه شنو؟ لماذا ما تلقى الناس اللي لماذا ما تعود يامس اللقاء عدلت مع الناس ماجورات بك؟ لماذا ما تعود عدلت مع الناس اللي متخرجة من كل تكنيك؟ لماذا ما عدلت مع الناس اللي ذيكية عندها شيء؟ أنت عار، أنت عار على الشباب وبدايتك سيئة ونهايتك سيئة، والشباب قاع زويق اللي حالي منك تشي. سمعت؟ هذا اخترت نقوله يالت الناس كاملة تعرف بأن ذلين قالوا تيك توك وذلين قالوا سناب شات أنهم كارثة على المجتمع، كارثة على المجتمع. قلت لك بن حامد، قلت لك بن آدم مولود، الصورة اللي دايروا ضياء الحق وجهه لا كيف العيش، عيش لدخل، عيش القبلة لدخل خاص ولا يصب عليه اللبن. ونقول لك أنا في واحدين كلها وجهها ملان من التاجر ولا تنفع فيه كافة والبيض ولا ينفع فيه شيص وشنو. إنسان كامل ما يقدر هو بحقيقته ما هو إنسان صالح. أو الناس ما عندهم أي محتوى، ما عندهم أي محتوى، ما عندهم أي محتوى، ما عندهم أي محتوى، ولا نعرف شنو شنو الهدف من اللقاء. ما وفق للوزير، وأنا قلت ما قلت بالصحافة القبلة، أنا ما عندي مجتمع القبلة، القبلة